أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من لمتنا الحلوة. لمتنا النهاردة ناقصة هبة، طبعا بنتمنى لها أجازة سعيدة النهاردة وبنقول لها إن أنتي وحشتينا ومفتقدينك يا هبة، صح يا روني؟ مفتقدينها مفتقدينها النهاردة، معلش هنطلع من غيرك النهاردة. طيب أنا عايزة قبل ما نبتدي فقراتنا وقبل ما أقول أي حاجة أقول إن أنا جاية النهاردة من معرض من النهاردة مصري. من النهاردة مصري أنا بصراحة رحت اتخضيت في المعرض. احنا عملنا عنه فقرة قبل كده وقلنا هنلبس كل المنتجات المصرية وهناكل مصري بعد كده، بس بصراحة ما كنتش متخيلة ان المنتجات حلوة كده وان الاذواق حلوة كده. كل حاجة ممكن تتخيلوها موجودة في المعرض ده. المعرض ده ان شاء الله هيلف المحافظات. عايزة اقول لكم ان انا النهاردة لابسة من النهاردة مصري من ايد مصممة ازياء رائعة اسمها فاتن. الله يا مها، جميل ولونه يجنن، ولونه يجنن والوان تخبل ومصري يعني. ومصري وكواليتي هايلة بجد. انا سعيدة جدا وبقول لفاتن ميرسي جدا على الكادو اللطيف ده، بجد حاجة رائعة يعني ان احنا نلبس مصري ونبقى فخورين بيه. وانت النهارده اول ما شفتيني قلت لي ايه الجمال ده، وهو طبعا مصري ما لونه يجنن مستورد ولا حاجة، وقماشته تجنن، مصري قطن بس مصري. كده بس كده، هو ده اللي احنا بنقوله في الاخر. طيب الاسبوع اللي فات كان في عاصفة على السوشيال ميديا وعاصفة في المجتمع المصري، كلهم بيتكلموا عن موضوع تغيير قانون الأحوال المدنية، الأحوال الشخصية، وتحديدا المواد الخاصة بحضانة المرأة لابنها أو بنتها والرؤية. الموضوع ده قلب الدنيا. أولا في ناس انشقت، يعني في ناس قالت هو إيه أساسا يعني أهمية المواضيع دي دلوقتي، إحنا عندنا من المشاكل ما يكفينا ونتكلم في حاجات تانية أهم. وفي ناس قالت لا 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 لا، ثانية واحدة بقى، كله إلا الأم، مفيش حاجة اسمها حد ياخد ابني يربيه وأنا موجودة على وش الدنيا. أنا معاهم بصراحة، أنا مع الجانب ده. طيب وبناء عليه فقرتنا الأولى النهاردة هتكون عن سبب الجدل وعن إيه هو الاقتراح، المقترح ده أساسا إيه، هو عبارة عن إيه. ومعانا هيكون النائبة سحر عثمان أو سحر عثمان، عضو مجلس النواب ووكيل نقابة الاجتماعيين، والنائب الأستاذ عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان. هيكونوا النهاردة معانا وهنعرف منهم حاجات كتير قوي عن هذا الموضوع اللي شد كل المجتمع المصري. معانا ايه فقرات تانية يا هبة النهاردة؟ هبة انت هبة وحشكي بقى. شفتي هبة مفتقدين هبة دي. فعلا مفتقدينها بس مش للدرجة دي يعني. هو في في مكان. معانا الفقرة الثانية هتكون زميلتنا منال السعيد، فقرة مع بعض، وهيكون في لقاء خاص مع الدكتورة مايا مرسي. دكتورة مايا هي رئيس المجلس القومي للمرأة، تحيا المرأة. والفقرة الأخيرة هتكون عن الجمال والتألق، وهتكون معانا دكتورة هبة محمود أخصائي الجلدية والليزر بمركز نبض. طيب نرجع بقى لضيوفنا، أهلا بحضراتكم معانا. أهلا بيكي، أهلا بيكي. بصوا بقى المجتمع المصري، انا اهو هحط لكم كده الورق عشان ده مش محتاج بقى ورق، معلش ده محتاج نطلع اللي جوانا. وانا خايفه انا مشمره لوحدي يعني. بجد انا عايزه اعرف ايه اولا المقترح عباره عن ايه، ونشوف الاول السيدات النائبات رايهم ايه في هذا المقترح، وبعدين هناخد راي الرجال طبعا. اتفضلي حضرتك. هو المقترح عباره عن احد الزميلات الاستاذه سهير الحادي، عضو مجلس نواب، نواب المحترمين جدا يعني، كان عندها رؤيه وهي سيده تشريعيه نائبه في البرلمان، جت غيرت كلمه واحده من ماده في قانون الاحوال الشخصيه. كلمه ايه بقى؟ وما هي الكلمه؟ الكلمه هو موضوع الرؤيه. الرؤية طبعا احنا عارفين ان في عدد كبير بيعاني منها، سواء كان من السيدات او من الرجال في موضوع الرؤية. الرؤية عدد معين من الساعات بيلزم وجود حراسة في الرؤية، بيكون في مراكز الشباب، في الشؤون الاجتماعية، في اماكن مفتوحة، حدائق او اماكن مفتوحة. بعد كده الرؤية دي هي غيرتها لكلمة الاستضافة. الاستضافة بمعنى ان ممكن الطرف الآخر سواء كان رجل أو سيدة يستضيف الابن لمدة 48 ساعة 24 ساعة. طيب عقوبة من يستضيف الطفل ولا يلتزم بالرجوع إلى المسؤول عن الطفل، المسؤول عن الحضانة، حوالي السجن حوالي 3 شهور، أقل مدة 3 شهور سجن. إحنا النهاردة مش في هذا الصدد. إحنا النهاردة بنتكلم عن إيه؟ إحنا بنتكلم على إن الطفل
في مصر خط أحمر أن يكون هو السلاح التي يتبارز به الأبوين. الأبوين تم الانفصال، تم الانفصال لأسباب متعددة، كل أسرة تم الانفصال لسبب خاص بيها، سواء كان الأب هو الغلطان، الأم هي الغلطانة، الاتنين هم اللي غلطانين، كويس، حصل شيء ما فأدى إلى الانفصال. أنا عندي كم طفل بيعاني إن هو منفصل؟ كتير. أنا عندي 9 مليون طفل. يا خبر. 9 مليون طفل، ده رقم كبير، ده آخر عدد مرعب موجود عندنا. 9 مليون طفل في أسرة منفصلة، سواء كانت الحضانة للأم أو للأب أو لأحد الجدين. فأنا بتكلم على إن أنا النهاردة الطفل ده لا يمكن بأي وضع من الأوضاع أو بشكل من الأشكال الطفل المصري إنه يكون أحد السلاح للمبارزة بين الوالدين. أنا عندي 87% مشاكل أسرية ونفقة، قضايا، ده عدد القضايا اللي موجود في المحاكم. عندي 5% رؤية، قضايا رؤية. فأنا النهاردة ده مؤشر، إذا كان سبب الموضوع النهاردة إن احنا بنقول تغيير في الأحوال الشخصية في مادة في فقرة معينة، لا، أنا النهاردة بتكلم على إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينظر له نظرة عميقة جدا من مجلس النواب، وعلى الأخص هذا المجلس الذي في أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية يكون فيه 90 سيدة نائبة. طب أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، ليه اللي وصل للناس، عشان بس أصل بيكتر الكلام وبنقعد نتناقله على السوشيال ميديا وإحنا مش متأكدين منه، نظرية الأواني المستطرقة. بالظبط كده. فأنا عايزة اللي عايزة أعرفه، ليه اللي اتفهم ان استاذه سهير الحادي قالت ان الام لما تتزوج تنتقل حضانه الابن او الابنه للاب، هي ده من ضمن الطلب ده نص القانون الاصلي، كويس، ان في حاله زواج انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، القانون الاول احنا هنبتدي من الاول. ده مقترح اي نائب مع كامل ثانيه واحده بس ده يعني هي اقترحت ده اي نائب، انا عايز اقول لك انا عارفه ان هو من حقه، انا عارفه طبعا ان هو من حضرتك، انا بديك الاجابه مسلسله. هو كان في مذكره مبدئيه الاقتراح الاول وقدمته، بعد كده في اقتراح تاني، هي صلحت الاقتراح او ما تفهمش صح فعملت مذكره ملحقه وقدمتها للمجلس. كل هذا لا يدعي ان احنا نناقش النهارده الكلام اللي اتقال، ليه؟ لان القانون داخل اللجنه التشريعيه يوم الاثنين، اول لجنه له يوم الاثنين. انا كتشريعي بيكون ليا رؤيه وبطرحها على النواب، بيتم المداولة ما بين المتخصصين وبين عدد كبير من النواب، إما بيتم قبوله، إما بيتم تأجيله، إما بيتم التعديل. بس هو مهم إن احنا نتناقش فيه جدا، هو الموضوع علشان بحد ذاته كقانون الأحوال الشخصية ما نفاجأش بحاجة تقرها الجهات والشعب رافضها أو المجتمع رافضها. اللي عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن كلمة مهمة جدا، أنا عايز أسأل حضرتك، لازم 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 مجلس النواب، وده مجلس منتخب علشان تبقى عارفة، لازم مجلس النواب يعمل لصالح المجتمع، صالح الأسرة جميعا، صالح الأب وصالح الأم وصالح الطفل. بس أولا في ناس في مجلس النواب مفيش حاجة بتطلع مفاجأة إطلاقا يعني من المجلس، ما احنا حضرتك عارفة إن في حاجات ممكن تطلع مخالفة لما يبغاها المجتمع. يعني أنا عايزة أسأل حضرتك حاجة، أنا عرفت إن حضرتك طبعا موافق على التعديل ده، طب أنا هسألك، لو أنا مطلقة من زوج والزوج ده غير صالح لأيا كانت الأسباب، وفي أسباب كتيرة جدا، هل ينفع ان انا عشان انا ابتدي اعيش حياه جديده ان انا اديله الاولاد، والاولاد دي هو هيربيهم بطريقه زي ما هو يعني شخص غير صالح؟ طب ما هيطلعوا غير صالحين، امال انا اتطلقت ليه من الاول؟ طيب نوضح بقى العمليه ونوضح التعديل اللي جه في هذا القانون. اولا زي ما قالت كده النائبه سهر، الدكتوره سهر، طبعا التعديل الاول قصه الاستضافه، ان انا بدل الرؤيه وبدل ما نقعد في نوادي لا يبقى في استضافه لمده 48 ساعه. ده جميل، وده عشان مش الزوج، لا عشان اهل الزوج، عشان العمه الجد والجده والعمه، عشان العمه وعشان العم وعشان الجد وعشان الجده وعشان الطفل نفسه ادميته، الطفل يطلع سوي، الطفل لما يوصل ل 15 سنه واجي اخيره يبقى عارف مين ابوه، مين عيلته، مين عمته، ويقدر يعني يتحط في وضع مقارنة هو نفسه يقدر يحكم حكم جيد.
ده رقم واحد. دي انا موافق عليها وانا كمان، مفيش فيها اي مشاكل، مفيش ادنى مشكله، لان ما ينفعش ان انا اصلب ام بابنها ساعتين ثلاثه عشان اب يجي يشوفه في نادي او في بنك الشباب. ده في شيء من الاقتناع. كلام جميل. اللي بعده بقى، اللي بعده انا عايز انت ايوه احنا عايزين ده. اللي بعده انا لسه كنت امبارح رايح في حته والنهارده رايح في حته ثانيه. طيب يا ست نيجي للي بعده. الاقتراح اللي بعده ان هي شافت ان مركز الاب في الحضانه رقم 16. ان ايه بس وهي؟ مركز الاب في الحضانه رقم 16. خلاص؟ يعني ايه؟ يعني لا قدر الله لو الزوجه توفت. بيحصل يبقى ام إيه؟ الزوجه وبعدين ام الزوج وبعدين ام الزوجه وبعد كده جده الاب ام الزوجه يعني جده الزوجه. ده المرحله الثالثه. وبعد كده خالته وبعد كده عمته يعني وبعد كده يروحوا بقى وبعد كده بقى تروح الرقم 16 الزوج في حاله وفاه الزوج. لا انا بتكلم على حاله واحده بس. حالة وفاة الزوجة لا قدر الله. ماشي. انا شايف ان الزوج ما ينفعش يبقى في ترتيب 16 في حالة واحدة. حالة وفاة الزوجة. خلاص. عايزين بقى نحكي بجد، عايزين نوصل للمواطن احنا المفترض نعالج المشاكل دي ازاي. اولا القوانين دي قبل ما نتكلم فيها لازم يبقى في حوار مجتمعي، لازم اجيب اسر منفصلين وما اكثرهم. عندنا 4.5 مليون أسرة منفصلة. وده عدد كبير قوي. اللي هم نتجوا 9 مليون طفل اللي أنا اتكلمت عليهم. المفترض. كده الأرقام بتكمل بعضها. المفترض إن إحنا نشوف إيه الأسباب. في حالة جت في القرآن الكريم ربنا أنزل فيها قرآن، سورة المجادلة. الست اللي جوزها ظهرها وهي بتحبه جدا وهو بيحبها، بس خلاص بقى خدي الأمر الذي فيه تستفتيان. فراحت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت كلمات بليغة قوي. قالت ايه؟ قالت يا رسول الله انا عايز مخرج من الزهار ده. فقال لها لا املك لك من الله شيء، ما نزلش فيها تشريع. فقالت له يا رسول الله ابن عمي واحبه ولي منه عيال، ان تركتهم اليه ضاعوا وان تركهم لي جاعوا. قال لها لا املك لك من الله شيء. شوفي بقى الحكمه اللي هي قالتها. الاب والام احنا محتاجينهم عشان نطلع اسره ومجتمع سوي. احنا مش هنتحضر ونرتقي ونسيب الزيل الحضاري ونوصل لدرجه حضاريه معينه نواكب بها الحضارات الحديثه الا ما نعالج الحته دي. اني حته هما ليه اتطلقوا؟ نشوف ليه، ايه اسباب الطلاق يا جماعه؟ دي اهم حاجه. انا هو اللي انا عايز، انت عايز توديني فيه. احنا عايزين نوصل يعني رايحك انا. احنا فايلر سايرس وومن. يعني على كده بقى الست خلاص كده ما تتجوزش احسن. لا احسن. انا جاي لك في الكلام. طب ثانيه واحده عشان اقعد. ده مش تتجوزي، دي دعوة خفية للزواج العرفي. انا مش بتكلم على حضرتك، ما تقوليش لا في دي. طب ناخد سهير من القاهرة. سهير اهلا بيكي معانا، اتفضلي. سهير الو. طب الخطأ قطع. طيب نكمل كلامنا. نكمل كلامنا. ماشي. اولا انا الاول قبل ما اعمل قوانين وتعديلات زي دي لازم احط قوانين تساعد التشريع الرباني. ربنا احل الطلاق وهو بيبغضه. طالما بيبغضه ربنا احنا عايزين نشدد عليه شويه. بمعنى يعني انا دلوقتي الجديد سبت من الست ترفع قضيه خلها. اوكي. هو ده مش اصلا كان موجود من ايام رسول عليه الصلاه والسلام؟ انا بتكلمك على الجديد في القانون. ردي له مهر. ردي له مهر. ده مش جديد على فكره. هترد له مهر لما يكونش يعني لما يكون ما دخلش بها. ترد له مهر. كلام يعني مش عايزين اصل المهر. لا انا ما اعرفش حكايه الحكايه. انا بقول لحضرتك بس في الاخر هي قالت لرسول ان انا مش طايقاه، بس ما قالتش فيه عيب. لو ما دخلش قال لها ردي عليه مهر. لو ما دخلش بيها ترد له مهر، انما تزوجوا وهم الاثنين واحنا دائما ومش عايزه اكمل. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا يمكن سن يعني الانوثه كثرت قوي في مصر. ماشي. انما اللي اتزوجوا في سن مبكر، فالاختيار ما بيبقاش جيد. الاختيار بيبقى فيه سن. تصدق حضرتك معلش ثواني بس. لا 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 مش ثواني، هقول لك انا بس. انا اكتشفت اكتشاف ان اللي بيتجوزوا صغيرين
والله 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 ما تبصش بس للمستويات اللي هي ما تعرفش في حاجه دول مش هتلاقي، بس اللي في المستويات المتوسطه والادنى هي دي الاسره اللي هي دي الاسره اللي بتكمل وبتفضل ماشيه صح، وبلاقيهم بيستحملوا بعض وببقى مستغربه. ما شافش راجل اللي هي ما شافتش راجل اللي هو وهو ما شافش. اتجوزت 5 سنين يقول لي 21 سنه 21 سنه انا بتخض. ولا هنتكلم على تجربه ولا اتنين شفناها؟ طب ممكن، طب هقول على حاجه، هنتكلم على اساس علمي. طب ماشي، انا دلوقتي اقول لحضرتك على حاجه لم يكتمل فيه. طب احنا نسيب بس موضوع الزواج العاطفي وباجي اختار. طيب ماشي، سواء بنت او ولد فبختار الاختيار احيانا. طب احنا عايزين نرجع للولاد، ما بيبقاش جيد خلاص. لا احنا عايزين نعالج لا المشكله من جذورها. لا عشان وقت البرنامج ما يعديش ولا ما خدش الاجابه. حضرتك في الجواز والطلاق والاختيار على فكره. ايوه انتوا جايبيني بقى هنا انتوا الثلاثه. هل دلوقتي معاهم ولا معايا؟ انا مع انا مع المجتمع وصلاح المجتمع بالتشريع. احنا دلوقتي ايه نيجي نتكلم بقى على في الجزئيه بقى اللي احنا بنسال عليها انا ورانيا، في الجزئيه الثانيه اللي انت عايزه توديني ليها. طبعا يعني مع احترامي لسيدات مصر كلهم لان هم كانوا وقود ثوره 30/6 ماشي، احترامي ليهم على فكره. وكمان انا في الدايره بتاعتي يعني خدت نصيب جامد قوي. اللي هو بصي يعني هو اي حاجه اللي هنا عادي. سهير رجعت، سهير رجعت لنا. اهلا يا سهير اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، اهلا بيكي. انا عندي مشكله انا هحكيها لكم. اتفضلي. انا اتجوزت حوالي سنه ونص. ايوه. وبعدين انفصلت عن جوزي. جوزي كان بيشتغل في دوله عربيه. ايوه حبيبتي. ما كانش لما جيت اطلب اتطلقنا وكده وجيت اطلب منه نفقه، طبعا عمل شهاده فقر ودخل امه وابوه في قلب المرتب بتاعه. طلع لي المحكمه حكمت لي ب 400 جنيه. طبعا مش عايز يدفع مصاريف مدرسه، عايز يدخل ابني في مدرسه حكومه، وانا من عيله كويسه وعايشة عيشة كويسة. طبعا مفيش سكن. انا هصرف على ابني سكن يعني ومدرسة وحضانة ب 400 جنيه؟ لا طبعا، هو بياخد 30. وما تتجوزيش كمان، تفضلي ما تتجوزيش. اوكي طيب ماشي يا سهير، حاضر هنجاوبك حالا عن وجهه نظر، يعني هنشوف وجهه نظر الساده النواب. احنا معانا كمان ايمن من منين؟ ايمن منين؟ كفر الشيخ. من كفر الشيخ يا ايمن. جميعا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت بس عايز اشترك معاكم في الحلقه الجميله ديت. اتفضل. وانا كان ليا راي شخصي عن تجربه شخصيه. اتفضل. ان في حاله الانفصال الام والاب الاثنين مشتركين في وجود الابن اللي عليه المشكله. ايوه. فمش معنى انفصال ان الام تستاثر بالطفل وتستخدمه كذريعه انها تحارب الاب ومشاكل ووش. لا احنا مش بنتكلم عن الرؤيه، احنا بنتكلم على انتقال الحضانه. انا جاي لحضرتك. اتفضل حضرتك. انا دلوقتي عن تجربه شخصيه. ايوه. بشوف ليا بنتي طفله بشوفها ساعتين اسبوعيا. لا طبعا يعني ده غلط. 8 ساعات في الشهر. لو ضربتهم سيادتك في 12 شهر ب 96 ساعه يبقى 4 ايام في على مدار السنه. قليل جدا. وبتيجي مره وما بتجيش لمده شهور. لا ده حرام طبعا. وبعدين بقى تعالي بقى حضرتك يعني خلينا نتكلم كواقعي. البنت دي اتوجدت في الدنيا منين؟ من نفس الاب ونفس الام. صح. زي ما هي الام بتقول لك دي بنتي وانا ليا حق اربيها. انا ليا حق كمان طبعا. انا مش حصاله اصرف عليها بس. لا هو انت عندك حق. عندك حاضر. ما هو دي الجزئيه اللي احنا بنقول عليها. احنا بنقول ايه؟ احنا في نقطه مهمه جدا انا عايز اقولها لحضرتك. انا عندي حالتين، حاله وكيل نيابه. كويس. وحصل انفصال ولا يستطيع، طب مستواه كويس جدا يعني طبعا علميا وماديا ومجتمعيا، ولا يستطيع ان يرى طفل. وعندي حاله تانية سيده برضو مستواه كويس جدا، حصل ان انفصال والزوج تزوج، وهي عشان ست محترمه قوي فابتدت الولد والبنت تاخدهم بنفسها في الميعاد وتوديهم يوم كامل، ده من غير قانون ومن غير حاجه، وتقول لهم قضوا اليوم مع بابا وارجع تاني اخدكم. طبعا الانفصال بيتبعه حوالي 5 قضايا. اللي هو قضايا القايمه القايمه والنفقه والمتعه وما الى اخره. فعمل ايه؟ استمر الوضع بهذا الاحترام لغايه ما الاولاد خلصوا الدراسه، راح واخد الاولاد 3 شهور الاجازه اختفى بيهم. طبعا هي كل يوم 3 تاخد الخبير
بتاع الشؤون الاجتماعيه، المفروض المراقب معاه الاجتماعي وتطلع وتاخد امين الشرطه وتروح مركز الشرطه وتروح طالعه علشان تشوف مكان الزوج، لو سمحت سلمي الاولاد، ما تلاقيش شيء موجود. فاصبحت كل يوم ثلاث لمده ثلاث شهور. وقيسي كده على حضرتك القصص. عمل ايه بقى حضرتك؟ بيضغط بايه؟ بقول لها انا ممكن اجيب لك الاولاد ولكن اتنازلي عن القضايا اللي موجوده وتنازلي عن حقك اللي ربنا شرعه لك، حقوق الشرعيه. فالنهارده اللي احنا بنتكلم فيه ده موضوع مهم جدا جدا وموضوع مجتمعي. قانون الاحوال الشخصيه يوجد فيه عدد كبير من المواد يجب تعديلها، وليس الموضوع هو ماده واحده او طبعًا. او نقطه واحده من القانون. استاذن حضرتك معانا رانيا من القاهره عشان بس نسمع صوت الناس. اتفضلي يا رانيا، اهلا بيك. مساء الخير. مساء الخير يا رانيا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، انا بشكركم طبعا على الموضوع الممتاز دوت. ربنا يخليك. لكن انا بعترض طبعا على القانون دوت، لان انا شايفه ان القانون القديم ما فيهوش اي مشكله. يعني هو القانون بيقول ان الزوجه لما بتتزوج الحضانه بتروح لمامتها. هو انت مطلقه يا رانيا؟ لا لا انا متجوزه. لا يعني مش فاهمه ايه سبب. انا مدركه تماما ان كل السيدات شايفين طبعا دي ماده من مواد القانون. هو في غلط، انا اتكلمت فيها في خطا. دي ماده من مواد القانون يا زي ما هي موجوده، يعني ماده من مواد القانون. ممكن ولا ممكن اشرح لكم وجهه نظر المجتمع انا ورانيا بس بوصل لكم صوت الناس هنا. بالنسبه للرؤيه اكيد من مصلحه الطفل ان هو يقعد وقت مع ابوه، يبات ليله مع ابوه، بس يكون في عقوبات لو حصل ان ابوه خطا وابوه خباه. في عقوبه ماديه وفي عقوبه بالحبس. وبعد كده ساعات بيختفي ونفضل احنا بقى نخش في دايلمه. لو ما رجعش بيتحاكم من ثلاث شهور. على فكره سواء الام او الاب. بالظبط كده، سواء الام او الاب. الحضانه انا مع حضرتك، الحضانه بتبقى عند الام. والرؤيه عند الام. الجزئيه الخلافيه الحضانه عاده حتى سن الاختيار بتبقى عند الام. بالظبط، فغالبا الاب. فهي الفكره في ايه؟ فالاب ان احنا ما ينفعش نحرم الجدود. يعني احنا بنحاول والعمام فعلا ان هم يشوفوا. احنا دلوقتي بنحول الرؤيه لاستضافه لمده 48 ساعه، يعني ليلتين. ايوه. والسبب زي ما انا قلت في سياق حديثنا الويك اند ان العيله تشوف. ده حقيقي، ده لازم، ده لازم. وابنها يعرف عيلته ايه، ده رقم واحد. طب نفرض هو استحوذ عليه، في عقوبه من ثلاث شهور لست شهور. طيب. وفي عقوبه ماديه. لا عقوبه ماديه دي ما تفرقش مع ناس كتير جدا. لا ده في عقوبتين. ماشي. حضرتك برضه ما جاوبتش على سؤالي. هقول لحضرتك انا هي الحته بتاعت رانيا دي اللي احنا عايزينها. طيب ماشي، انت عايزه الحته دي. من فضلك، عشان انا وقت البرنامج بيجري وانا هموت لو معلش. قوي ان الاب يبقى رقم 16 في الحضانه. طب يعني لو كان رقم 6 الاب ده عايز يحتضنه. انا عايز تعديل، انا عايز تعديل في القانون ده. ازاي؟ يعني في وجود الام، اوكي الام ليها حق الحضانه. انما انا بتكلم على الانفصال. لما ينفصل وجودها في الحياه. انما لما الام لا قدر الله تتوفى او تتزوج. لا تتزوج دي شيء طبيعي انها تتجوز. ما هو قال لك هو ده النقطه الخلافيه. بص التعديل ما تاخدوش، احنا مش عايزين ناخدها باكج معين. الفكر مش مجموعه، لا الفكر خدي في بعض النقاط المتفق عليها، في بعض النقاط خدي مني تفاصيل. التعديل بيقول ان المراه لما تتزوج بتنتقل حضانتها لاولادها لزوجها، على الرغم من هو متزوج. لا كده، لا هو القانون بيقول كده. لا القانون ما بيقولش كده. ما هو ده التعديل اللي احنا رافضينه. التعديل ما انا بقول لك اهو، واقول لك لا هو تتجوز ولا هو يتجوز كده. الام ما يربيش كده. لا احنا نعمل برنامج انا وانت كده. هي مش هتتجوز وهو كمان هتتجوز. طيب اسمعوني، هتتجوز حاجه ثانيه. رايي في الاخر هيعجبك. رايي في الاخر هيعجبك. ماشي. دلوقتي التعديل بيقول ايه؟ التعديل مش القانون. التعديل بيقول ان الام اذا طلقت فليها الحضانه، اذا تزوجت فالحضانه بتتسلب منها وبتروح للاب، حتى لو كان الاب ايه؟ متزوج. ده التعديل. ماشي. انا بقى مع التعديل اي تعديل؟ انا مع الترتيب مش مع التعديل، لان التعديل ده فيه ظلم، لان مفيش تساوي بين الرجل والمراه في الحته دي. الرجل متزوج وبيحضر. ماده 11 من الدستور بتقول الرجل والمراه لهم نفس الحقوق. 41 ومواد كتير في الدستور. أيوة. ماشي. عايزين نساوي بين الرجل والمراه في الحقوق. انا مع ترتيب دور الرجل في الحضانه، ان هو بدل ما يبقى 16 يبقى رقم 2 في حاله، في حاله واحده بس. ها. في حاله وفاه الزوجه. بس ماشي. ده الحته دي انا فيها. طيب اوكي، ممكن اقول لحضرتك حاجه برضه تاني؟ انا هبه، بص يا رانيا انا مش عارفه بجد، مش عارفه اديكي فرصه النهارده من كتر ما انا محبوقه. حضرتك يعني الست اتجوزت والراجل اتجوز. ايوه. اللي يربي الولد كده يعني من غير اي مجهود
امه، اصل ده عاده السيده هي اللي بتبقى اقرب للطفل. بالظبط. امه ولا مرات ابوه؟ على فكره، على فكره هما في النهايه هما الاثنين بيتنصلوا عن الاولاد. امه ولا مرات ابوه؟ لا امه طبعا. طيب لان انا بعمل ازاي لما اتجوز تعترف كده؟ اعترف. لا 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 مش قصه اعترف يا جماعه، اسمعوا للاخر. حضرتك هتتحاسب. انا بالتعديل ده الشعب هو اللي هيرد عليكم. انا بالتعديل ده بظلم سيدتين، اول حاجه السيده طبعا. الام طبعا اساسا ومرات ابوه مش طايقاه. مرات الاب كمان شغلانه كبيره، ولكن برضو في محارم، في محارم. يعني بنت الوقت خلص تخيلوا 15 سنه و14 سنه لما لما اقعدها مع زوج والدتها لازم بشروط معينه، لازم يبقى في اوضاع معينه. ده بالنسبه للبنت، لكن بالنسبه للبنت في نقطه ثانيه مهمه جدا انا عايز اضيفها. وقتنا خلص. بس لا 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 في نقطه ثانيه مهمه جدا انا عايز اضيفها. انا الحضانه لما بيجي الام يقول لك الحضانه الام والشقه من حق الزوجه. شقه من حق الزوجه، انت متخيل لغايه وقت ايه؟ لغايه ما الاولاد ما يكبروا. لو الحضانه اتنقلت للاب، الاب يقعد في الشقه والام يقول لها شكرا ان انت ضحيتي وما اتجوزتيش وان انت ضحيتي بعمرك وربيتي ومتشكرين وتفضلي روحي الشارع. والنبي طب احنا ده ما ينفعش. مستنيين راي النائبات ارجوك. احنا بين ايديك يا استاذ الصحر. لا احنا تحت امرك ضحيتي. احنا خلاص هيقطعوا علينا. جوزها مسافر بره. بنشكر دكتوره حسن جدا. انت عارفه ان النقطه بتاعت الحضانه دي بتاعت الشقه مهمه جدا، ان ممكن تضيع حياتها كلها انها بتربي الاولاد، بعد كده القانون يقول لها شكرا ليكي. احنا النهارده من هذا البرنامج كل سيدة وكل أسرة وكل طفل في عنق مجلس النواب، تعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون ينصف الأولاد وينصف الأسرة. بس بنشكركم. بنشكركم وهنروح لفقرة مع بعض مع زميلتنا منال السعيد. زميلتنا منال السعيد هتبقى معها لقاء مع مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. وبعد منال هنشوف تقريرين. التقرير الاولاني هيكون تقرير من مركز نقد دكتوره رباب الرفاعي. دكتوره رباب هتكلمنا عن ترهل جلد البشره، وبعد التقرير ده هنشوف التقرير الثاني وهيكون من مركز جرين بيوتي سنتر. واميره مصطفى هتوري لنا ازاي بنعرف ميزات البوتوكس اللي بيعالج الشعر. نراكم بعد الفاصل وتقريرين. بعد الفاصل والتقريرين. بالظبط كده. نشكر.